ما رأيك سيدة أنوار، إلى أي مدى ربما هناك جانب أيضا مرتبط بدور المرأة السياسي نفسها، وهو ربما ما أفضى إلى هذه الخلاصات التي وصلنا إليها؟ أختي أنت الحشاش، كلامها مو صحيح 100%. أول شيء تقول إن المشاركات، إن المرأة ما شاركت في العمل السياسي داخل الكويت. إحنا ساحة الإرادة طلعنا أيام قضية فلسطين، طلعنا أيام القروض، طلعنا أيام ارتفاع البنزين، طلعنا رحنا ساحة الإرادة، تكلمنا، لنا منشورات صحفية، لنا حسابات بتويتر، لنا حسابات بالإنستغرام، كنا نتواصل مع أهالي المنطقة. بس أنا أرجع وأقول إن المجتمع ذكوري، تقول إحنا ندعم المرأة، ما المرأة الكويتية ما حد دعمها، المرأة الكويتية قاعدة تناضل بروحها، قاعدة تحارب من جميع الجهات. وأنا قاعدة أقول لك وأرجع وأقول لك إن المرأة ما أخذت نصيبها بالبرلمان السنة ولا اللي قبلها. شنو يعني المرأة؟ عندنا كافة المرأة أعلى من كافة الرجل، وتطلع لي بالبرلمان عضوة واحدة، والحين ولا عضو يطلع. اللي تقول عنها اللي خذت مركز 13 بنت خالد، ما لها تحرك سياسي. أوكي، خدمها الوضع اللي هناك. بالعكس، احنا نتمنى انها صاعده وفازت بالبرلمان. بس انا اقول لك المراه الكويتيه حيل انظلمت هالمره، ما يبون عرس نسائي. كل ما نتكلم نقول لهم شيء، قال المراه ما تسوي شيء، يعني الرجل هو اللي سوى شيء. علموني 4 سنوات راحت الرجل ما سوى اي شيء حق المراه. طيب سيد انوار، تربطين الامر ومخرجات هذه الانتخابات بميل لدفع الرجل نحو هذه الفرص وهذه الادوار السياسيه، لكن بقراءه سريعه كذلك لمن يحق لهم الانتخاب في الكويت، نجد بانه اكثر من 50%، حوالي 52% ممن يحق لهم التصويت في الكويت هم من الاناث، فبالتالي ما تفسير هذا الحضور اللافت في بين الناخبين والغياب في المرشحين والذين يصلون لقبه البرلمان؟ أول شيء المرشحين، خلينا نتكلم أنا عن الفئة النساء. إحنا اللي عندنا بالدائرة الخامسة 4 نساء. كل ما تيجي تتكلم مع واحد تقول لك أنا تابعة حق زوجي. لمتى إحنا بالتبعية؟ لمتى إحنا بالقبلية؟ لمتى إحنا بالطائفية؟ ليش تقول هي تقول إنها محسومة لأنها قبلية ولأنها طائفية؟ ليش ما يصير الفكر يتغير الفكر هذا؟ هذا دور دور التلفزيون، دور الجمعيات النسائية، دور الجمعيات. ليش ما في ثقافة حق المجتمع الكويتي إن المرأة تقدر؟ ما صنعه الرجل تصنعه المرأة كذا.